عندما أعزف يا قلبي أناشيد القديمة، عندما أعزف يا قلبي الأناشيد القديمة، ويطل الفجر في قلبي على أجنح غيمة، ويطل الفجر في قلبي على أجنح غيمة. سأغني 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 آخر المقطع للأرض الحميمة، للظلال الزرق في غابات كينيا، والملايو لرفاقي في البلاد الآسيوية، للملايو ولباندونغ الفتية، لليالي الفرح الخضراء في الصين الجديدة، لليالي الفرح الخضراء في الصين الجديدة، والتي أعزف في قلبي لها ألف قصيدة. يا صحابي صانع المجد لشعبي، يا صحابي صانع، يا صحابي صانع المجد لشعبي، يا شموعا ضوءها الأخضر قلبي، يا شموعا، يا صحابي وعلى وهران يمشي أصدقائي، وعلى وهران يمشي، وعلى وهران يمشي أصدقائي. والقنال الحر يجري في دمائي، وأنا في قلب إفريقيا فدائي، وأنا، وعلى باندونغ تمتد سمائي، وعلى، يا صحابي يا صحابي يا قلوبا مفعمات بالصفاء، يا جباها شامخات كالضياء، عند حلفا عند خط استواء، عند حلفا عند خط استواء. لست أدري لست أدري يا صحابي، فأنا ما زرت يوما إندونيسيا، يا سلام. صفق الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر عندما استمع لهذه الأغنية التي كتبها الشاعر تجسر حسن، حاول من خلالها أنه يوثق لفترة التحرير التي تدعى لها مؤتمر باندونغ. هل حاولت من خلال هذه الأغنية أن تنفتح على العالم العربي والإفريقي وأنت لك الريادة في هذا المجال؟ هي أغنية قد أصبحت كما أرى جزءا من التاريخ ومن تداعيات الأغنيات. عندما كنت في العام 1995 في باريس، وطلب إلي الأخ الحبيب الدكتور نور الدين ساتي، وكان وقتها سفيرا للسودان لدى
حكومة فرنسا ولدى اليونسكو. فقال لي سوف أقوم ببدعة لو وافقتني عليها. فقلت له والله يكفينا شر البدع. في شنو؟ قال لي نحن في اليونسكو عندنا اجتماع شهري ونتحدث فيه حادث جادة، نرحب بالوافد الجديد ونودع من سيغادر ويتناقشوا في أمورهم. فقال لي البدعة في أنه دارك تغني اليوم وتتحدث اليوم عن الفن السوداني، دي ما حصلت. قال لي فأخذت العود ومشيت، وكان مجموعة كبيرة جدا من السفراء، وكان رئيس الفترة هي دورية رجل أسباني، سفير أسباني. فتحدثت عن الشيء، عن التراث السوداني، وتحدثت عن تاريخ العود، وحتى وصلت به إلى زرياب. فلما انتهى قبل ما أخلص وغنيت، قام أخونا نور الدين ساتي وله التحية، قال لي ممكن تحدثنا عن آسيا وأفريقيا وتغنيها لنا، لأنه سفير إندونيسيا أنا حدثته عنها. فقمت غنيتها فيها ذكري لكثير من الدول الآسيوية. نعم، شرحتها بالإنجليز باللغة الإنجليزية كنت أقدمها. فلما انتهيت جاء رئيس الدورة، كان مندهش جدا الإسباني، قال لي دي أول مرة أنا أسمع وحتتبع المسألة دي وأعرف التاريخ دي. سفير إندونيسيا قال لي هل ممكن تديني نسخة منها؟ لا من أجلي، قال لي لا، سوف أبعث بها إلى إندونيسيا وباندونغ، لأن الصالة أو القاعة التي تم فيها الاجتماع في 1955 صارت متحفا، فمكان هذه الأغنية في 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 ذلك المتحف في باندونغ. يعني أثارت اهتمام على المستوى الإقليمي والعالمي على حد سواء. نعم، لأن حتى بالنسبة للسودانيين أخواننا هنا وأحبابنا من جيلنا عندما يستمعون إليها يقول لي يعني كأنما قفزت بنا إلى تلك الفترة، لأنها كانت فترة عامرة بطموحات كثيرة ورؤى وآمال عراض لدول العالم الثالث بعد قيام حركة عدم الانحياز كمارد يتوسط الكتلتين الشرقية والغربية. لن ينسى لك التاريخ أيضا دكتور كابلي تغنيك بواحدة من روائع أبو فراس الحمداني، أراك عصي الدمع شيمتك الصبر أمال الهوى نهيم عليك ولا أمر. لحنت على السلم الخماسي بدل السلم السباعي، وصفقت لك سيدة الغناء أم كلثوم بنفسها. كلمنا عن تجاوب الناس مع هذه الأغنية تحديدا. برضو لها ذكريات، وبالطبع أنا غنيتها قبل ما أسمعها من السيدة أم كلثوم بما لا يقل عن 3 سنوات يمكن. وأذكر كان من ضمن معية السيدة أم كلثوم مجموعة من الصحفيين، فيهم من أعز الأصدقاء الأستاذ يوسف الشريف في روزا اليوسف، وكان من بين المجموعة دي الأستاذ الصحافي الكبير أحمد بهجت. فعمل معي حوار بخصوص المساري الفني، وتطرق وتعرض لأراك عصي الدمع. فبرضو سألني أنت تأثرت بغناء السيدة أم كلثوم، قلت له أنا تغنيت بها قبل فترة. بعدين قال لي في المقطع الأخير أنت غيرت الإيقاع وعملته سريع، أهي إفريقيتك التي دعتك إلى ذلك؟ فتواكب الإيقاع الإفريقي يعني؟ أيوه. قلت له لا، ليست إفريقيتي، وإنما أحسست عميقا بأن الجدية التي بدأ بها الشاعر قد بدأت تتبخر. إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى وأذللت دمعا من خلائقه الكبر، إلى أن وصلت المقطع اللي غيرت فيه اللي هو فقلت كما شاءت وشاء لها الهوى قتيلك، قالت أيهم فهم كثره، وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا، فقلت معاذ الله. قلت له أصبح إلى الهزار، تعرف ضرب الترابيزة مش معقول. قال واحدة من الأفكار أيضا احتقدتها يعني من خلال هذه الأغنية، كان فيها تضامن نوع كبير من الإحساس بهم الآخر أيضا. يعني كانت في هذه الفترة السيدة أم كلثوم بشن حملة من أجل دعم مشهود الحرب. نعم، فهل حاولت من خلال هذه الأغنية أيضا أن تمشي في نفس الاتجاه وتسير بها في نفس الهدف؟ طبعا هذه رؤية كبيرة ومتقدمة التي قامت بها السيدة أم كلثوم، وفيها نقلة كبيرة جدا لدور الفن
الفن الغنائي أو الفنون كلها في النهضة وفي الإحساس بآمال وآلام الناس. فهي جاءت بعد النكسة، نكسة 67، فقامت بهذا العمل الكبير الذي قطعا يحفظه التاريخ لها. انتقاءك لقصائد من عيون الشعر العربي في ذلك الوقت، ألم يكن فيه نوع من المخاطرة وأنت في بداياتك كفنان؟ الآن عدتني إلى قضية طالما تحدثنا عنها وفيها وبها. كنا مجموعة من الأصدقاء نهتم بقضية الأدب والشعر، فعندما لحنت آسيا وأفريقيا وهو عربي فصيح، ثم حبيبة عمري تفشي الخبر، ثم أراك عصي الدمع، انقسمنا إلى قسمين. في مجموعة كانت ترى خطورة كما ترين في الغناء بالفصحى، الغناء بالفصحى أنه سوف يبعدني عن عامة الناس. في الوقت أنا قلت لهم لا، أنا أغني حتى أغاني الدلوكة، الأغاني الشعبية القديمة، المشيل فوق الدبر وغير خالد مالك تنين، لقطاعات كبيرة جدا. لكن رؤيتي والمجموعة اللي أنا كنت أنحاز لها دي كانت رؤيتها إنه العربي الفصيح حتى إذا انغلق على البعض يجد من يصححه. صحيح. هل على المغني إذا تحدثنا عن الغناء كلون من ألوان الفنون أن يرتفع بمستوى المتلقي والمستمع؟ صحيح. أم يجاريه؟ أنا رؤيتي إنه مفروض الناس بقدر الإمكان. وأنا غنيت في ثلاثة محاور: الغناء القديم كما قلت، وغناء المدينة، الغناء الكلمة المدينة الدارجة، إلى جانب الكلمة الفصيحة. في غنائك كثير من الإشارات السياسية، هل يمكن أن نطلق عليك أنك فنان سياسي؟ إطلاقا. أنا هذه قناعتي ورؤيتي منذ زمان بعيد، وهي أن على المفن، على المفتن، على الفنان أن يتعامل بحسن قومي. ورب قائل: ليس للفنان أن يعتنق مذهب سياسي؟ أقول لا، عليه أن يتعامل بحسن قومي ويهتم اهتماما كبيرا وعميقا بالمبادئ وبالقضايا، القضايا التي لا جدال فيها والتي تعمل على النهوض بالأمة. هل معنى هذا أن الفنان عندما ينحاز إلى فكر سياسي معين، هل هذا يقلل من وجوده ويقلل من شعبيته؟ طبعا، خاصة ثم خاصة ثم خاصة في بلد يزخر بالتعددية والتنوع مثل السودان. وهذه من الهموم الكبرى القديمة اللي أنا أهتم بها، قديمة وهي متجددة. ربما تحدثت في أولى محاضراتي في عام 1960 عن التعددية وعن التنوع وأهمية الإحساس في الانتماء بالانتماء والتوحد في دول التعددية. هل حاولت من خلال أغنية فلسطين أن تعايش هموم العالم العربي أيضا من خلال هذه الأغنية تحديدا، ولا ماذا قصدت من خلال هذه الأغنية؟ لا بالطبع، هو العالم العربي ما هو وحدة تتصل بالمشاعر، مشاعر الناس. يعني فهمت إنه كأنما الإنسان في السودان يعني عندما يتغنى بهموم بلد عربي آخر كأنما هذه يعني هذا شيء جديد أو نقل. لا، لكن ليس هذا توجه معروف لدى كل الفنانين، يعني هذا محور سؤالي. والله في كثير من الفنانين يهتمون، من الشعراء بصفة خاصة. لكن أنا عندما وجدت شودة فلسطين، وهي من أكبر شعرائنا، وكم أتمنى أن يلقى الضوء على شعره، وهو الأستاذ الكبير عزيز التوم. عزيز التوم شاعر متميز لأبعد الحدود، وهو من أهلنا المسيحيين، لكنه كتب في الإسلاميات وفي ذكرى مولد الرسول وفي المولد، ربما لا أبالغ إذا قلت ربما تساوى مع شوقي، أحمد بك شوقي، له شعر رصين ومتميز لأبعد الحدود. طيب دكتور، عندما تغني مثل هذه الأغنيات، يعني أغنية فلسطين توثق لتاريخ معين،
هل تعتقد انه هي صالحه لان تسمع حتى الان؟ يعني هل هي مجرد معايشه مع هموم شعب معين، ولا تحاول من خلالها انك توثق لحقبه او تاريخ معين او قضيه معينه؟ هي طبعا انا ذكرت لك اهتم بالجانب المبادئ، والمبادئ لا تموت، باقيه. لو تغنينا لفلسطين غنينا من اجل الحق ومن اجل العداله القائمه على المنطق. فأعجبت أنا بكلمات الأستاذ عزيز التوم، تغنيت بها وسوف تبقى. ما بقيت قضية الحقوق وقضية المقاومة وقضية المطالب. فهذه هي رؤيتي أنها لا تنتهي. يا ريت نستمع لجزء منها. جدا. بدمي سأكتب فوق أرضك يا فلسطين اسلمي، وأموت يا يافا شهيد الوعد واسمك في فمي. بدمي سأكتب فوق أرضك يا فلسطين اسلمي، وأموت يا يافا شهيد الوعد واسمك في فمي. وأخي سيحمل مدفعي وأبي سيحمد مصرعي، وأخي سيحمل مدفعي وأخي سيحمد مصرعي، وأنا على أرض النبوة لست أنكر مضجعي. سأسير يا حيفا إليك مع المهول المعلم، أنا قد نسيت اسمي أنا رقم يطوق معصمي. سأسير يا حيفا إليك مع المهول المعلم، أنا قد نسيت اسمي أنا رقم يطوق معصمي. والعائدون أتوا معي فتبسمي وتطلعي، والعائدون أتوا معي فتبسمي وتطلعي، والعائدون أتوا معي فتبسمي وتطلعي، والعائدون. وسليهم عني فقد شهدوا لأجلك مصرعي. لبيك يا أرض النبوة والملاحم في دمي، لبيك أرض الله يا بلد المسيح ومريم، لبيك يا أرض النبوة والملاحم في دمي، لبيك أرض الله يا بلد المسيح ومريم. فإذا قضيت لتسلمي وإذا حييت لتنعمي، فإذا قضيت لتسلمي وإذا حييت، فإذا قضيت لتسلمي وإذا حييت لتنعمي. فاستبشري وتبسمي لتنعمي. قد جئت من بلدي إليك أموت عنك لتسلمي، قد جئت من بلدي إليك أموت عنك لتسلمي. لبيت دعوة سائر صلب وشعب مسلم، لبيت دعوة ثائر صلب وشعب مسلم. وجمال في دربي معي مع كل حر أروعي،
عرفات في دربي معي مع كل حر أروي عرفات في دربي معي مع كل حر أروي وجمال في دربي معي بشباب مصر الأروي. استعارة القومة ليك اللي شايعة في اللسان العام السوداني أول من ابتكرها أستاذ كابلي وأنت تخاطب عشقك الأكبر للوطن، وكنت بتقول في أغنيتك القومة ليك يا وطن، من أين جاءت قوة هذه الاستعارة؟ كل الألوان التعبيرية في الغناء وفي الكتابة إذا كنا نتحدث عن السودان فهي من السودان وإلى السودان، يعني المبدع لا يأتي بتعبير من كوكب آخر، لا بد أن يتأثر بالبيئة التي تحيط به. فعندما تفتحت مداركنا من طفولتنا نجد الواحد الشخص يكون جالس ويأتي شخص واقف يسلم عليه ويقول لي القوم عليك كتوقير، إلى جانب الأبناء في حضرة الآباء والأمهات برضو بيقيفوا. فهذا التعبير مستمد من البيئة السودانية. عندما كتبت أنا كلمات القومة ليك يا وطني أو قمر دوري كانت في أعقاب أكتوبر 1964، وأذكر إلى الآن كنت خارج يعني واقف أمام المنزل في الخرطوم بحري، وكان في قمر يمكن قمر 14، فجاءت الكلمات دي يا قمر دورين أنا شفتك وين طبعا في الليل إلى آخر الليل. وجاءت في لحظة الهام إنه الوطن كبير، يعني إذا كنا نحترم ونوقر كبارنا من الآباء وآباء الآباء والأمهات والكذا فينبغي أن نوقر الوطن بصورة أكبر. صحيح. طيب يعني برأيك اعتماد أسلوب الغموض وعدم المباشرة في الغناء أو ما يسمى بالرمزية، يعني هل يعني في جانب هو يعطي للمتلقي مساحة لكي يسرح بتفكيره، ولكن هل يدي نفعا في حالة التغني للوطن؟ هو الـ 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 الرمزية والتصريح، تكون الرمزية عندما يتعذر التصريح، دي في الحالات الغالبة، إلى جانب أحيانا يركن الإنسان للرمزية لما فيها من جماليات أنت تطرقت لها إنها بتفتح آفاق. ودي أذكر من القراءات القديمة ما كتبه الدكتور طه حسين، قال المفن أو الكاتب أو المبدع الذي يعجبني أو يسحرني هو الذي يفتح لي آفاقا من التأمل في كلماته، يجعل المتلقي يسرح وربما وصل إلى أشياء لم يصل لها صاحب التعبير نفسه. صحيح. فأحيانا الرمزية والتخفي لها جماليات، وأحيانا أخرى المباشرة لها جماليات. في كثير أنا من الأعمال كتبتها ركنت إلى المباشرة لأنني أعتقد بأن دول العالم الثالث في هذا الزمان وفي ما قبل هذا الزمان تحتاج إلى المباشرة من أجل التوعية. يعني عندما كتبت مثلا لماذا للأطفال كانت فيها مباشرة، إنه أيديهم مقطعة رجلهم مقطعة، هذه الصورة هذه مهمة من أجل استنفار المشاعر، فهنا نجد المباشرة لا بد منها. صحيح. أحيانا كذلك نجد الرمزية والتخفي. لديك حرص دائم على تضمين أغنياتك جوانب حياتية تمس السودانيين في مختلف الجوانب، من أين أتت هذه الفكرة؟
الفن هو الإنسان، والإنسان هو ابن البيئة، فلا بد من أن يتصل التعبير الإبداعي بحياة الإنسان بصورة لصيقة ومباشرة، يستمد صوره وإبداعاته من هذه الحياة. لكن عندما يدخل هذه الحياة التي عرفها وألفها ويحصل هذا التفاعل الكيمائي الإبداعي، إذا جاز لنا أن نقول هذا، يخرج في صورة تعجب الآخرين. طيب، عبر تجربتك دكتور كابلي، يعني لا تسقط فقط الجوانب الحياتية ولكن حتى الأحوال السياسية. يعني في أغنية ليس في الأمر عجب تحدثت كثيرا عن الحالة السياسية الراهنة، ما هي الفكرة من إسقاط كل هذه الأشياء بداخل الأغنيات؟ ماذا تعني؟ إلى ماذا ترمي تحديد؟ ليس في الأمر عجب جاءت نتاج لتراكمات تتصل بالحياة والتأمل. أنا أدين كثيرا للتأمل، وأعتقد أن التأمل من الأمور الهامة في حياة الإنسان. ففي الانتفاضة بتاعة أبريل رجب كنت قد اختزنت كل هذا، فبدأت أنا ليس في الأمر عجب من الأعمال التي أفخر بها كثيرا، لأنه في بدايتها دوارة شمس الضحى على مهل، هذه حركة الحياة، في خطوها المرصود يندس الأجل. أنا أعتقد أنه قضية الموت مسؤولة عن أشياء كثيرة جدا، أو ربما كل شيء في حياة الإنسان، حتى فعل الخير وفعل الشر، ومتصلة بحقيقة الموت. في خطوها المرصود يندس الأجل، لولاك يا مخبوء ما كان الأمل. يستخلص الأمل من حقيقة النهاية. حسن وحزن واشتهاء لا يمل، هذه قضية الحياة. حسن يرمز لكل الجماليات والحسن، وحزن يرمز لكل ما لا النقيض للجماليات. صحيح. واشتهاء لا يمل، هذه سرمدية. ثم خلصت إلى عندما تسمع في جنبيك صوتا ينكر الظلم وعيش المستكين، هذه رؤيتي. أنت بهذا الحديث يعني تعبر عن كل شخص منا وتتحدث بالسهل الممتنع. في واحدة من المقابلات الصحفية معك قلت لدي حس قومي وأغني للمبادئ وأنتقد السلطة. هل انتقاد السلطة وانتقاد السياسة يحررك؟ يعني تنتهج من أجل أن تتحرر من أي قيد وأي انتماء سياسي؟ لا، أنا لا 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 أنتقد السلطة كما قلت لك، لأنه هنا الواحد بيصنف نفسه، الإنسان ممكن يصنف نفسه ويتلون بلون. لا، أنا أنتقد من خلال المبادئ. تريد أن تعبر عن شعبك مثلا؟ التي أدعو لها. نعم، لذلك أنا أعتقد الناقد الأكبر هو الفنان. أغنية تم دور الدور لخليل فرح جاء في تحقيق الأديب علي المكلي الإخوانيات أنها أغنية سياسية في المقام الأول، ما ردك على هذا الكلام؟ هم البعض بيقولوا في البيت الأول إنه تم واحدين قالوا نور، واحدين قالوا دوب مروي ما بتنور. من يقوم يتهور أو من يقوم يتهور يبر القيه هناك تحت الداب يكور، بيقول الأستاذ تحمل تأويل سياسي، لأنه القيف هناك في الداب الكور فيه شنو؟ سرايا الحاكم العام. رمز له بالسلطة. أنت مع أم ضد هذا التفسير؟ لا، ممكن يكون إلى حد، لكن دائما لأنه الأستاذ خليل فرح عرف بالجانب الوطني المناوي للإدارة البريطانية، فأصبح ربما أكثرية والغالب على شعره يفسر بأنه سياسي، فلأنه في الجانب كان معروف عنه. رأيك شنو أستاذ كابلي تغني لنا جزء من تم دور الدور؟ جدا. تم دور الدور عم ونور شال
رفعت الحلة ونور زي بدر التمام. تم دور وتدور عم ونور وشال فات الحلة نور زي بدر التمام. واحدين قالوا نور واحدين قالوا نور واحدين قالوا دوب مروي ما بتنور. واحدين قالوا نور واحدين قالوا نور واحدين قالوا دوب مروي ما بتنور. مين يقوم يتهور يبر القيف هنا تحت الداب يكور زي بدر التمام. قالوا الكون اتطور قالوا الكون اتطور ما عاشق عفيف لا جميل تصور. الحسود يتضور نار وماكل لسانه كل الزور مزور زي بدر التمام. يا قليب اتجبر يا قليب اتجبر قوم وريني كيف الكرام تصبر زي نحن ما بنتنبر النفوس ان حبت تستحي وتتكبر زي بدر التمام. دكتور الكابلي، أنت سفير للأغنية والتراث والأدب السوداني أينما حللت، تحاضر في بقاع العالم المختلفة. هل تحمل معك هموم ومعاناة بلدك أينما حللت أم تحاول أن تفصلها عنك؟ لا طبعا، هي ملازمة ومسؤولية، مسؤولية كبيرة جدا، بل هذا ما أحسه بأن كل فنان في مجاله في المجالات الفنون الخمسة يحمل هذا الهم، لأنه كما ذكرت هي مسؤولية تتصل بالإنسان أينما ذهب في كل حله وفي ترحاله، والفن رسالة. تناولت العديد من القضايا من خلال كتابة الشعر ومن خلال غنائك، حاولت أن تعالج بعض القضايا السياسية، نبذ الصراعات ونبذ الحروب والسعي إلى السلام. هل حاولت من خلال هذه الكلمات أن تتضامن مع الهموم التي تحدث في العديد من الدول وأول السودان؟ بالطبع، هو دور الفنان كاتبا كان أم شاعرا أم بيلفت النظر، وأنا أعتقد لفت النظر قيمة كبرى في حياة الناس. من أكبر القيم من خلال التأمل يمكنني أن أقول وبكل الصدق لفت النظر. من القضايا التي تناولت قضية المرأة وحاولت أن تتعمق في هذه القضية، لماذا المرأة على وجه الخصوص؟
المرأة هي الجناح القوي للطائر، وأنا أصر على القوي، لأنه حتى عندما كتبت في سنة 59 فتاة اليوم وأم الغد، اللي هي يقول كل حب في الورى رجع حناني، كل نبع دافق بالخير داني، من ينابيع يغذيها كياني، أنا نصف قد حوى كل المعاني، نصف لكنه حوى كل المعاني. فبالنسبة لي المرأة هي رمز للجمال بشتى معانيه، معانيه المختلفة. تناولت أيضا بالاهتمام والشعر والغناء الأطفال، وحاولت من خلال أغنية لماذا أن تجسد عذاباتهم ومعاناتهم وآلامهم من خلال هذه الأغنية. هل تفتكر أن رسالة الفن قادرة حقيقة أن تعبر عن قضايا مثل هذه؟ بالطبع، مثل هذا الغناء هو موجه للكبار، لأنه عندما أغني وعندما يغني الآخرون للأطفال، لأنه المرأة والطفل هم المستضعفين. والآن نحن نسمع ونقرأ ونشاهد في القنوات الفضائية إنه كم مليون طفل مشرد، كم مليون طفل ينقصهم الغذاء، المرأة كذلك لا تنال حقها لأنها مستضعفة. فالمجتمع العالمي هو مجتمع الرجال، الرجل هو المسيطر، ولذلك لا بد من أن المرأة تجد من يناصرها وتستخلص هذه الحقوق. كده حنستمع لجزئية من لماذا. بلا مقدمة في وضح النهار، بلا مقدمة في وضح النهار، سألني ابني الصغير لماذا 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 يكرهون الكبار، لماذا يقتلون الكبار، سألته من أين جاء بالأخبار، سألته من أين جاء بالأخبار، أجاب في براءة من نشرة الأخبار، تلفازنا المحروس تلفازنا العروس تلفازنا المحروس تلفازنا العروس الملون الطاووس، قد جاء بالأخبار قد جاء بالأخبار، قد جاء بالأخبار قد جاء بالأخبار قد جاء بالأخبار، رأيت فيه يا أبي إخوتي الأطفال، رأيت فيه يا أبي إخوتي الأطفال، رأيت فيه
يا أبي إخوتي الصغار من كافة الأقطار أرجلهم مقطعة أذرعهم مقطعة رقابهم مقطعة أرجلهم مقطعة أذرعهم مقطعة رقابهم مقطعة لا 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 يا أبي لا 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 يا أبي لا 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 يا أبي في مجموعة من شابات يابانيات كانوا هنا في خرطوم بحري ففاجئوني جابوا لي شريط فيه لماذا ما أعرف كيف شالوا صوتي ودخلوا أصواتهم بعدها تاني جوني قال لي عاوزين نغنيها بالياباني قلت لهم غنوها قال لي تغني معانا قلت لهم لكن أنا ما بعرف ياباني فجوا ملوني وقمنا غنينا سجلنا بس التسجيل ما طلع حلو بنفس طبعا اللحن إيتوشي ماسكوغا ده ياباني أنا شيتك وسجلنا وطلعت حلوة جدا. طيب بس كابلي يعني عايز أمشي لجانب آخر أن تكون سفيرا للأغنية وللأدب السوداني هذا شيء لا غبار عليه ولكن أن تكون سفير لمؤسسة أو منظمة أثبتت عدم حيادة فهذا قد يكون كما يقول البعض خصما من نجوميتك وجماهيريتك فما ردك؟ حقيقة تعرضت للسؤال ده أكثر من مرة. أولاً العمل بتاعي كسفارة النوايا الحسنة ده عمل طوعي ومن أجل ماذا؟ من أجل البلد بمعنى إنه الإنسان بيخدم بلده. فهذا الجانب نعم الانتماء لمنظمة يفترض فيها الحياد وإلى آخره. لكن هذه المنظمة تحاول تمد يد العون تختار نجوم تعتقد بأنه ممكن يكونوا مؤثرين البعض يقول أنها تستغل هذه النجومية وهذه الجماهيرية لصالحها لا 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 إطلاقا إطلاقا ما في كلام زي في شكل ماذا لأنها تختار أناس بعينهم لديهم من الجماهيرية القدر الكبير ولديهم من الشهرة القدر الأكبر هنا معنى الكلام ده إنه الاختيار قائم على 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 غير حق لا. يمكن رد أولئك المجموعة التي تقول هذا الكلام يعني أنه أنها تقيد من الفن وأنها سفارة فخرية أكثر مما أنه يندرج تحت مهام كثيرة يمكن أن تقوم لا بها لا ممكن تكون في مهام يعني أنا حاسة في هذه السفارة ذهبنا سكتة أنا ومقترحي هو الفاز سكتة 63 شخص كنا ذهبنا إلى النازحين في دارفور زرنا معسكر ديري وعملنا حفلة معسكر عطاش وأنا بغني في سكر بتاع الأمم المتحدة امرأة لابسة اليونيفورم بترقص في سكر وعملنا حفل في 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 دار الرياضة ذهبنا لمحاربة الوقوف على التجربة المتميزة جدا اللي هي مفخرة لإفريقيا قامت بها أوغندا في محاربة الـ HIV الإيدز أخذنا أسبوع بشكرك كثير الشكر ويا ريت
نختم بأغنية سعاد إن شاء الله نعمل جزء منها لأنها برضو جماعية. دقت الدلوكة قلنا الدنيا ما زالت بخير، أهو ناس تعرس وتنبسط. دقت الدلوكة قلنا الدنيا ما زالت بخير، أهو ناس تعرس وتنبسط. ناس انت دككت في الراكوبة بالحنقوقة سروال الطويل، سويت له رقعات في الوسط، في خشمي خطيت القميص، أجري وأزبت شوق ونط، أجري وأزبت شوق ونط يجري. لا من وصلت الحفلة فجيت الخلوق وركزت شان البيت سعاد، البيت سعاد. ما أصلي عارف جنها، في زول نركز وينستر وبرضي عارف إنها. لو كل زول في الحلة بالستر انجلب يعني الأذاها وجنها. وركزت وركزت للحرقة المشت فوق الضلوع تحت الجلد، طبيت مشاعري مركت عين طرف البلد. ودرت جد وانا جاي راجع منتهي، لاقتني قالت لي تعال، كبرت كراعي من الفرح، نصف الارض نصف النار، كبرت كراعي من الفرح، نصف الارض نصف النار، كبرت كراعي من الفرح، نصف الارض نصف النار، كبرت كراعي من الفرح، نصف الارض. الله اكبر يا معافر يا مدافر يا جهاد، الله اكبر يا معافر يا مدافر يا جهاد. هيا سعاد علي والسكينة الكلت في خشم الرماد، هيا علي والسكينة المات أسى، وأنا بالبلاك منعون هواي، إن كنت أرضى عرس هيا سعاد. كنا في سياحة مع فيلسوف الفن السوداني الفنان عبد الكريم الكابلي، غنى بمختلف دروب الكلمة وتحدث في كل ميادين السياسة. الفن لديه رسالة، واسترداد الحقوق ونشر السلام قناعته في السياسة. Thank you.